بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. صحيح الترغيب والترهيب من تأليف الإمام الحافظ المنذري من تحقيقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمهم الله. كتاب البر والصلة وغيرهما. نعم. الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين. كفل يكفل كفالة فهو كافل، فالكاف والفاء واللام معنى لغوي صحيح يدل على من يقوم بحاجته، قام بحاجة الشخص يعني كفله بماله بمسكنه بجاهه. واليتيم أيها الكرام الفضلاء، اليتيم من بني آدم هو من مات أبوه وهو دون سن التكليف، يعني 15 فأقل، هذا يسمى يتيم في بني آدم. واليتيم من الحيوان من ماتت أمه، واليتيم من الطيور من مات والداه، هذا معنى اليتيم. وهنا كافل اليتيم أي الذي يقوم على شؤونه، الذي يقوم على شؤونه. والله من أسمائه وكفى بالله كفيلا، الله من أسمائه إيش؟ الكفيل تبارك وتعالى. فهنا هذه الصفة وهذه الخصلة، قالوا وكيف تكون كفالة اليتيم؟ قال أكملها أن يقيمه معه وأن يرعى شؤونه، هذه أكملها. قالوا ومن مجزئها، ويكون في ذلك أن يكفله في جزء مما تقوم به حاجته، يعني يكفله مثلا من الناحية المالية، ويأتي إنسان يكفله من الناحية التعليمية، ويأتي ثالث يكفله من الناحية ناحية المسكن، ويأتي رابع يكفله من ناحية الكسوة، وهكذا. هذه كلها تدخل في ذلك، لكن أكمله أن يقيمه عنده أو أن يقيمه في مكان ويرعاه من كل هذه الجهات، هذه هي أكمل أمر الكفالة. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه حرم عليها ما يقدح في أنسابها ويكشف حرماتها ويفسد مجتمعها، كما فيما يسمى بالتبني، هذا يفسد المجتمع التبني، ويعني أيضا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويؤدي أيضا أيها الكرام الفضلاء إلى ضياع الحقوق، ويؤدي إلى الفساد الأخلاقي. ودليل ذلك أتى أحد الناس إلي يوما وهو عقيم، سأل الله أن يهب كل عقيم ذرية صالحة يا رب العالمين، وقال قبل بضع عشرة سنة خرجت من المسجد فجرا فوجدت كرتونا وفيه طفل، فأخذته إلى البيت وأنا أتوق لماذا؟ أتوق للأطفال، شيء طبيعي، هذه فطرة فطر الله عز وجل عليها الأسوياء من الناس. أما اللي يقول لك لا أنا مش عايز أنجب ولا كذا، هذا ولا عندهم خلل هرموني ولا خلل أخلاقي ولا خلل عصبي، يروح يتعالجوا هذول جزاك الله خير، لكن هذه فطرة فطر الله عز وجل عليها الخلق أجمعين، حتى الدواب والحيوان، حتى الدواب والحيوان يقول لك سبحان الله الأمومة هذه حتى في الدابة. ولذلك أحد الناس عنده مشروع لتربية الأغنام، فولدت إحدى الشياه توأما ثم أصابها مرض منعها من إرضاع ولديها هؤلاء، إرضاع هاتين الشياتين الصغيرتين، فرفضت الشياه الصغيرة أن ترضع من أي أم أخرى حتى مات، حتى مات، سبحان الله. ولذلك أهل الإبل والغنم أهل بهيمة الأنعام لهم طريقة معينة
يسموها الحنين كده، ها، ولذلك يقول لك الجذع فحن إلى النبي حنينا بكى مثل يبكي الحوار، لين يخدعوه يخدعوه كده لين يخلوه إيش يرتضع من أي شاة أخرى حتى تشفى أمه. والرزية الأخرى التي تحدث أن مرات الأم تلد فتموت، فالأمومة هذه شيء يعني المذرهود أو كذا دي شيء موجود فطرة في النفوس السوية. في الشاهد فأخذ فإذا هي أنثى فرباها، قال ثم كتبتها باسمي، كتبتها في أوراق رسمية باسمي. طبعا هذا إذا مات ستأخذ نصف الميراث، وأيضا قد أضاف نسبا ليس من نسبه وملعون من نسب إلى غير والديه وإلى غير ودعي إلى غير موالي إلى غير أبيه وإلى غير مواليه، فهذه هي. فأبدلنا الله عز وجل بماذا؟ بكفالة اليتيم، ليعلم عظم هذا، ليعلم عظم هذا الدين. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال، سهل بن سعد الساعدي، نعم، صحابي الجليل، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا. ثم قرن بين السبابة والوسطى، يعني ما يفرق بينهما في الدرجة، هذه دلالة أول حاجة، دلالة على القرب، لما قرن بينهم دلالة على قرب كافل اليتيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اتباعا ومحبة إلى غير ذلك. ويدل أيضا أيها الكرام الفضلاء على أن الفرق في الدرجة هو الفرق ما بين السبابة والوسطى، يدل على عظم أمر ماذا؟ كفالة هذا، كفالة هذا اليتيم. وهذا الإنسان إذا كفل يتيما ثم قام عليه، كان أحد الوزراء الأفارقة لما قدم إلى الكويت كان يسأل عن قبر الشيخ الدكتور الجراح السميط رحمه الله، الذي أسلم على يديه 5 ملايين نفس حول العالم، ربع قرن من الزمان هو يدعو في إفريقيا رحمه الله، ترك ألمانيا وهو فيها كان رجل يعني سيرجنتي يعني لا يشق له غبار، ترك الحياة الرغيدة كل هذا وجلس فين؟ في إفريقيا. في إحدى المرات يقول كنا نجد كيسا واحدا لنواري فيه سوآتنا، كيس أسود هذا بس، لكن ذهب بكل هؤلاء. فهذا الوزير لما قدم قال وش وماذا تريد في الشيخ عبد الرحمن السميط؟ قال هذا هو الذي كفلني ورباني، فأنا يتيم. يقول من برامجه أن كفلني ورباني حتى أصبحت وزيرا. طيب لما نأجي الآن للإمام عاصم ابن أبي النجود، حفص هذا الكوفي رحمه الله لما تزوج عاصم بأمه كان ربيبا هو، فرباه وعلمه القرآن وأخرجه للناس برواية حفص عن عاصم. الإمام أيضا رواية قالون عن نافع المدني، نافع تزوج بأم الإمام قالون، فوجد قالون، وقالون تعني في لغة الروم الجيد لأنه كان صوته حسنا بالقرآن، فإذا به يربيه ويخرج للناس برواية قالون عن نافع المدني. وكان قالون أصم لا يسمع المزمار ويصلح الخطأ، قالوا وكيف ذلك؟ قال من حركة الشفتين. شوف سبحان الله. وكان الإمام نافع وهو أي آدم أسمر، الإمام مالك بن أنس قرأ عليه، إمام دار الهجرة، نافع أبو رويم الأصبهاني، فقالوا لما يأتي يقرأ الناس يشم المسك من فمه، كما نقل ذلك الذهبي في تاريخ القراء الكبار في السير، قالوا أتتطيب للإقراء؟ قال لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني في المنام فتفل في فمي، فأصبح ما يشم الفم إلا المسك. والإخواننا بتوع التنبل والبنبل والسفة والنفة والتفة، استحوا على دمكم شوي، شوف ما يشم إلا المسك من فمي، سبحان الله. فانظر إلى هؤلاء الأيتام الذين أعظمهم هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي علموا الدنيا، سبحان الله. هذه كفالة اليتيم، كل حرف يقرأه الناس من ذلك الزمان إلى أن تقوم الساعة
للإمام عاصم منه نصيب، ولأم نافع منه ماذا؟ منه نصيب. نعم. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وفرج بينهما دلالة على القرب، قرب المكانة وقرب الاتباع والأجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة حتى هو يتيم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني، حتى أبو هريرة يتيم رضي الله عنه وأرضاه. ويستطيع طالب العلم كلما تقرأ في السير تجمع لنا كده سبحان الله تنبيه الأنام بما صح من سيرة الأيتام، تجمع لنا كده من أول النبي عليه الصلاة والسلام والتنازع، كل ما لقيته أحط سفيان الثوري، الإمام أحمد بن حنبل حتى هو يتيم، أحمد بن حنبل، بشر بن الحارث الحافي حتى هو يتيم، علي بن المديني حية الوادي حتى هو يتيم. اليتم ليس عيبا، اليتم ليس عيبا أبدا، جزاك الله خير. نعم. حتى واحد يقول لك يا أخي أصلي يعني الفقر بيخلي الناس تفسد، مين قال لك الكلام هذا؟ الفقر ما له علاقة بفساد وبصلاح، إنما القلب هو الذي واتباع الإنسان للرب هو الذي يصلح والذي يفسد، بل بالعكس أكثر الفاسدين هم الأغنياء. لما تعمل كده سيرفي وتعمل كالكوليشنز وتعمل دراسة إحصائية تلقى أكثر الفسدة والعياذ بالله نسأل الله عافية والسلام هم الذين لهم بحبوحة الغنى. نعم. كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. نعم. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وعن زرارة ابن أبي ابن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. جهالته هنا لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر في الرواية. نعم. من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه. انظروا هذا هو الكمال في كفالة اليتيم، أن تجعله معك وأن تقوم على رعايته حتى يستغني عنك، وهذا فيه فضل كفالة اليتيم، وفضل أن يجعله معه، وفضل أن يعني يطعمه، وفضل أن يعني يقوم بكفالته حتى يستغني عنه لا يكون محتاجا إليه. نعم. عمر الاستغناء ممكن يوصل 20 سنة فيستغني، يكون قد درس وتوظف إلى غير ذلك، العمر الذي هو يستغني فيه عنه. نعم. وجبت له الجنة. نعم. وهذا فيه بشارة لكافر اليتيم بدخول الجنة ما مات على التوحيد وإن اقترف من المعاصي، وإن اقترف من المعاصي. نعم. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما أيوة. نعم. دخل النار. نعم. وهذا فيه التحذير من عقوق الوالدين نسأل الله العافية والسلامة. نعم. نعم. ولما قال دخل النار يعني استوجب دخول النار وإن مات على التوحيد لهذا الجرم العظيم، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إن شاء الله. نعم. فأبعده الله. وهذا فيه الدعاء على من يفعل المعاصي، جواز الدعاء على من يفعل المعصية. وله مثال آخر أيضا، أمثلة كثيرة، كما عند مسلم أن النبي قال للرجل عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وهذا فيه جواز من الدعاء، جواز الدعاء على من نبذ السنة بعد توضيحها له. نعم. وفي وجهه أيضا. نعم. وأيما مسلم أعتق رقبة. أي دلالة على العموم، أيما مسلم دلالة على العموم ودلالة أيضا على دخول الذكر والأنثى، كل هذه الأحاديث النساء شقائق الرجال فيصبح على عمومها حتى يخصص المخصص المرأة دون الرجل. نعم. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. وهذا أيضا فيه الاهتبال وفيه تحفيز النفوس إلى المشاركة في عتق الرقاب. طيب يقول لا أستطيع أعتقها كلها، نقول يعتق جسدك من النار بقدر ما تعتق، فمن أعتق ربعا أعتق ربعه من النار، ومن أعتق نصفا أعتق نصفه، وهكذا. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال
هذا اختلف في اسمه، قيل عويمر بن زيد، قيل عامر بن زيد، وهو شهر بكنيته دون اسمه رضي الله عنه، كان تاجرا فلما أسلم أقبل على القرآن، فما استطاع أن يجمع بينهما فترك القرآن، فترك التجارة للقرآن. بلغ طلابه في جامع دمشق 500,000 طالب، 1,500 طالب. نعم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه. نعم. أيوة ممتاز. وهذا فيه أن القلوب يصيبها القسوة بقدر بعدها عن الوحي وبقدر اقترافها للمعصية. ولما ضاقت نفسي وقست مذاهبي، ولما ذهبت ضاقت نفسي وقست مذاهبي، لجأت إلى عفوك جعلته سلما. وهذا الإنسان بقدر ما يبتعد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقسوة القلب لا علاقة لها بالغنى والفقر، ربما تجد فقيرا وهو أشرح الناس صدرا وأهنأهم بالا، وربما تجد غنيا وهو أضيق الناس صدرا وأبأسهم حالا. وهذا من فوائده أيضا أيها الكرام الفضلاء، أن هذا القلب بأصبع بيد الرحمن عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وهذا من فوائده أيضا أن الإنسان لما ينزل به الأمر فيذهب ويسأل من يثق في دينه، فيذهب ويسأل من يثق في دينه. وهذا من فوائده أيضا أنهم كان لما تنزل بهم هذه الأمور يذهبون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان لا يسكت على أمراض القلوب، بل يسعى إلى فكاكها وإلى علاجها، كما يسعى إلى علاج أمراض الأبدان. وإن أمراض القلوب أعظم خطر من أمراض الأبدان، لأن أمراض القلوب في الشبهات والشهوات، وأمراض الأبدان فيما يصيبها من الأعطاب والفساد. ولا شك كما قال سفيان: إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فلا شك أن مرض القلب أعظم من مرض البدن. فكم من صحيح في بدنه ولكنه مريض في قلبه، بعيد عن ربه. يقول عمر: أرى الشاب فيعجبني، فإذا علمت أنه ليس له من أمور الدنيا والآخرة سقط من نظري. نعم. واقتراف المعصية لا علاقة له بالأبدان. تجد إنسان ضعيف في بدنه ويقترف المعصية، وتجد إنسان قويا في بدنه ويقترف المعصية. مدار كله على ماذا؟ القلب. كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. قال: أتحب أن يلين قلبك؟ وفي رواية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجد في قلبي قسوة فاستلن لنا. يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على ما يلين القلب. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدله على عملين عظيمين من أسباب تليين القلوب. نعم. وتدرك حاجتك. نعم. ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. وفي رواية أن الراوي نفسه هو نفسه صاحب المسألة، قدم للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة قلبه، قال: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يستلن قلبك. طب هنا المسكين، هنا لما يأتي عندي مثلا وعندي بنيات اليتيم معذرة، ماذا أفعل معه؟ إذا قد كفلته صغيرا فلزوجك أن ترضعه، فيصبح بذلك أخا لهم من الرضاعة. هذه واحدة. يقول: زوجتي عقيمة. نقول: فلتجعل أختها ترضعه، فيكون هذا اليتيم بالنسبة لها هي خالته من الرضاعة. طيب، إذا كان عنده بنيات ولم يتمكن من أن يرضعه، فليفصله عنه حتى لا يكون فيه اختلاط وفيه فساد، فيأتي وقد أراد إصلاحا فدخل في ماذا؟ دخل في إياكم والدخول على النساء. قال: أرأيت الحموى يا رسول الله؟ اللي هو قريب الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. والآن إحنا نسمع أشياء عجيبة، نسمع في بلاد المسلمين عموما
نسمع أن هذا أبو الزوج تحرش بمين؟ بزوجة ابنه، وتحرش بحفيداته، نسأل الله السلامة والعافية. ويكثر هذا نتيجة لما يرون من الأفلام الإباحية وما يرون من المنكرات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإنسان كل الذنوب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها، أشد ما يفتك القوس بالوتر. يسر مقلته بما ضر مهجته، لا بورك في سرور يأتي بالضرر. فكل هذا من النظر، ينظر في المناظر الإباحية والأفلام الإباحية إلى غير ذلك. ثم هنا يعني لما يرد فرجة الدين أنه جدها، من سيلومه إذا أراد أن يدخل على زوجة من؟ ابني. وهي محرمة عليه تحريما، إيه؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والثانية حفيدته، إلى غير ذلك. ثم يبدأ للأسف يحدث بعض منهم عراها تماما وأخذ يتفخذها، نسأل الله السلامة والعافية، حتى أصاب حالة من حالات سبحان الله الأمراض النفسية إلى يوم الناس هذا. هذه أمور عظيمة. وهنا نقول للزوج الفاضل الكريم، لا تقول أنا أبر والدي وهو يبقى على هذا. الزوجة تشتكي يقول لها أنا ما أقدرش أقول لأبويا لا تأتي إلى بيتي. يا أخي الحبيب، قال عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة ديوث. قال وما الديوث؟ قال الذي يرضى الخنا في أهله. قم وانصح أباك وامنعه عن هذا، وهذا بر بماذا؟ بر بأبيك. أما أن تتركه على هذه المعصية العظيمة، نسأل الله السلامة والستر والعافية، أنت تورد والدك إلى النار وهو لا يدري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكبر الكبائر أن يزني الرجل بحليلة جاره، فما بالك أن تزني بحليلة ابنك. نسأل الله العافية والستر والسلامة، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي المسلمين في كل مكان. فهذه من أسباب إلانة القلوب بإذن علام الغيوب، أن تكون رفيقا بالأيتام فتمسى على رؤوسهم، وهذا فيه دلالة على إكرامهم والإحسان إليهم. وهنا ننوه، بعض الناس يكون عنده أيتام لأخيه قد مات وتركهم وهو كفيل عليهم، فيجعل لهم الحبل على الغارب. لا، ما قلنا ذلك حتى لا تفهم معنى كفالة اليتيم معنى خاطئا. كفالة اليتيم فيما أحل الله عز وجل، لكن إذا أخطأ هذا اليتيم فعليك أن تقوم بماذا؟ أن تقوم بتوجيهه، وأن تقوم بالإحسان إليه. الإمام أحمد رحمه الله يتيم، أمه توضئه بالماء الساخن في الليلة الشاتية، وتصطحبه إلى المسجد ليصلي الفجر، ثم ترجع به هكذا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن كمال ذلك أن تحافظ لليتيم على خلقه ودينه كما تحافظ لابنك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما تحب لأولادك من الصلاة، عليك أن تحب لليتيم. فهذا من كفالة اليتيم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام وأطعم المسكين. والمسكين هو الذي سكن من الفقر، مع أنه يملك قوت يومه. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فإطعامهم والقيام على حوائجهم أيضا من باب شكر النعمة. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فلما تقوم على رعاية الأيتام وعلى إطعام المساكين والقيام على حوائجهم، لا شك أن هذا يورث رقة في قلبك. كان شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله في ليالي الرياض الباردة يراه بعض طلابه في السحر وهو يمر متلثما على بيوت المساكين، يعطيهم الأرزاق من الطعام. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. فلذلك سبحان الله، الإنسان إذا فتح الله عز وجل عليه ودهمك الناس لحوائجهم فهذا باب خير وبر لك. أحد الإخوة من طلبة العلم يقول سبحان الله، مات عندنا أحد الناس من المحسنين فرأيته في النوم، فقلت أي شيء أرجى عند الله؟ قال الإنفاق بعد التوحيد.
الإنفاق بعد التوحيد، أنك أنت إيش تنفق ما جعل الله لك بحبوحة من الرزق. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أهدي للنبي شاء فوزعتها، فقال ماذا بقي منها وقد أبقت له الذراع لأنه يحبها؟ قالت الذراع. قال كلا، كلها بقيت إلا الذراع. عندك مال، جاك راتب، كله وزعته في أبواب الخير، بقي لك 1000. كلا، بل كله بقي إلا إيش؟ إلا هذه 1000. والله يا إخوان ما أظن أبدا أنك بإنفاقك وصدقاتك أنك ضيعت مالك. قال الله عز وجل في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو سعيد نزلت فينا معشر الأنصار لما كثر الإسلام وانتشر، قلنا نرجع إلى بساتيننا وضياعنا. يعني إحنا قال يعني كم سنة مع النبي جالسين نجاهد وكذا وأهملنا إيش بساتيننا وتجاراتنا، قال خلاص الإسلام انتشر وغيرنا يقوم بإيش بالمهمة. قال فنزلت فجعل العمل في الأموال وترك نصرة المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام تهلكة، كما جاء فين؟ كما جاء في الصحيح يعني.